ذل وضوء ما حقيقة أمرنا أذى وذاك من تقاعد ذهاب والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسفها. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، والليلة بإذن الله رب العالمين نتوقف بالتأمل مع أصحاب الكهف والرقيم. أصحاب الكهف والرقيم في قصة مذكورة في سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تبدأ القصة وهذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنك لو أمسكت بالمصحف وأنك لو أمسكت بالمصحف تكون المتابعة والتركيز أفضل بإذن الله رب العالمين. أم حسبت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أصحاب الكهف والرقيم. الكهف هو النقب في الجبل، يعني مكان في داخل الجبل، إذا كان متسعا يسمى كهفا وإذا كان ضيقا يسمى غارا، كغار ثور وغار حراء. يبقى الفارق ما بين الكهف والغار أن كلاهما فتحة في الجبل، لكن الكهف يكون متسعا والغار يكون ضيقا. أما الرقيم فقد اختلف أهل العلم في معنى الرقيم، فمنهم من قال أن الرقيم هو اسم القرية التي خرج منها أصحاب الكهف، ومنهم من قال بل هو اسم الجبل الذي كان فيه الكهف، ومنهم من قال بل هو اسم الوادي، ومنهم من قال بل هو الكتاب الذي كتبت فيه أسماؤهم وعلقت على الكهف بعد ذلك، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. ولعل الراجح والله أعلم أن الرقيم هو الكتاب الذي كتب عليه أسماء هؤلاء الفتية وعلق على باب الكهف. يعيد ذلك قوله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب فيه. والرقيم فعيل، فبمعنى رقيم بمعنى مرقوم، بمعنى مفعول مرقوم، كما يقال للمجروح جريح وللمقتول قتيل. يبقى أقرب الأقوال والله أعلم أن الرقيم هو الكتاب أو اللوح الذي كتب فيه أو كتبت فيه أسماء هؤلاء الفتية وعلقت على باب الكهف. كانوا من آياتنا عجبا، أي هل تحسب يا رسول الله أن هذه الآية هي آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى؟ ليست بعجيبة
في قدرة الله تعالى. لذا لو تأملنا في الآيات السابقة سنجد أن الله سبحانه وتعالى قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فقدرة الله سبحانه وتعالى جعل كل ما على الأرض زينة لها لابتلاء الناس أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي إننا سنهلك كل شيء على وجه الأرض. لذا فبالنسبة لهذه الآية وهي قصة أصحاب الكهف، بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا في قدرة الله سبحانه وتعالى، بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أنزل عليك يا رسول الله من الرسالة ومن القرآن هو أعظم من قصة أصحاب الكهف والرقيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف، لجأ الفتية، والفتية جمع تكسير يدل على القلة، أي إن عددهم كان قليلا لم يكن كثيرا. لجأ الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فدعوا الله سبحانه وتعالى، والدعاء سلاح المؤمن، فدعوا الله سبحانه وتعالى أن ينشر عليهم من رحمته وأن يهيئ لهم رشدا ورشادا من أمرهم وأن يوفقهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم، ضرب على الآذان في الكهف سنين عددا، أي سنينا كثيرة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم كان البعث بعد ذلك بعد 309 كما سيأتي: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم، والله يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون، لكن هذا ليظهر علمه سبحانه وتعالى للعيان وللناس. لنعلم أي الحزبين، أي الفريقين الذين اختلفوا في المدة التي مكثوها في الكهف. هذه الآيات الأربع ذكر الله فيها سبحانه وتعالى القصة على الإجمال، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة، فتذكر القصة على الإجمال ثم تذكر بعد ذلك التفاصيل. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى القصة على الإجمال بدأ في ذكر التفاصيل سبحانه وتعالى. نقول: إذ أوى الفتية إلى الكهف، قلنا إن الفتية فتيان، شبان صغار، حتى قال بعضهم يعني كان يتدلى من آذانهم القرط والحلق، يعني الفتية والشباب أقرب إلى الحق من المتقدمين في السن. لماذا؟ لأن الشاب ما لم ينشأ على شيء لمدة كثيرة، فهذا الذي نشأ عليه وشاب عليه كالمتقدمين في السن من الصعب أن يتغير. لذا نجد أن غالب أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام من الشباب، ونجد أن المتقدمين في السن هم أعداء الرسل. وإذا نظرت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام تجد أن من سارع إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى هم الشباب، وتجد أن المتقدمين في السن من صناديد مكة قريش، هؤلاء وقفوا يقاومون ويعاندون ويجحدون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فالغالب أن الشاب
عندما يستمع ويعرض الأمر على عقله وعلى قلبه فإنه يغير قناعاته، على عكس المتقدمين في السن، وكما قيل: من شاب على شيء شاب عليه. حتى نجد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبع موضع الشاهد: شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ثم بدأت التفاصيل، والله سبحانه وتعالى لا يقص إلا الحق. يختلف القص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة عن قصنا نحن الناس، إذ أننا من الممكن أن نأخذ حكاية صحيحة ثم نزيد عليها الكثير من غير من خيالنا ومن أوهامنا، لكن قصص الله سبحانه وتعالى وقصص النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة ليس فيها إلا الحق الذي وقع. نحن نقص عليك هذا تشويق ونبأهم لأهمية هذا الأمر بالحق. ما حكايتهم؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شباب آمنوا بربهم، كيف آمن هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى؟ هل كان هناك أحد من أهل العلم علمهم توحيد الله سبحانه وتعالى؟ الله أعلم. هل كان هذا من الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها؟ الله أعلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة، بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل للمستمعين بأمر يعرفونه، فيقول: عندما تولد البهيمة فإنها تولد كاملة الأعضاء، ستقول ربما نرى قد نرى بهيمة ليست كاملة الأعضاء، نقول إن الحكم للغالب. الغالب أن البهيمة عندما تولد فإنها تولد كاملة الأعضاء، كاملة الأعضاء. فالنبي يضرب المثل عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه. الفطرة هنا هي الإسلام، لذا تلا أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذكره للحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالفطرة التي نشأوا عليها أو أن أحدا علمهم، الله سبحانه وتعالى أعلم. المهم أن هؤلاء الفتية آمنوا بربهم سبحانه وتعالى، ولما أقبلوا على الله أقبل الله عليهم سبحانه وتعالى وزادهم هدى. وزيادة الإيمان ونقص الإيمان، هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، من أن الإيمان يزيد في قلب العبد بالطاعات، والإيمان ينقص في قلب العبد بالمعاصي. فإذا أطعت الله سبحانه وتعالى ارتفع إيمانك وزاد، وإذا عصيت الله سبحانه وتعالى تناقص إيمانك وقل، كالأواني المستطرقة. يعني الأواني تبقى كده، تزود هنا ده يزيد، تزود هنا ده يزيد، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ولهم في ذلك أدلة كثيرة، منها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا خلافا للمبتدعة الذين قالوا إن الإيمان متساو بين جميع الخلق وهو لا يزيد ولا ينقص. هذا ليس بصواب، وقد بينا الصواب في المسألة أن الإيمان
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، والربط يكون على القلب بالتثبيت. وانظر الى التعبير المعجز، كانك حاجه واتربطت عليها كده، مفيش حاجه تطلع منها، مفيش حاجه تطلع منها، زي ما كما ربط الله سبحانه وتعالى على قلب ام موسى عليه السلام، فصبرهم الله سبحانه وتعالى وثبتهم وربط على قلوبهم. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قام هؤلاء، كيف قاموا؟ هل قاموا في وجه الملك فقالوا إن الله واحد؟ هل قاموا في وجه آبائهم الذين ذكر المفسرون أو الكثير من المفسرين أن هؤلاء الفتية كانوا لأمراء ووجهاء وملأ، أم قاموا خروجا واتفاقا من القرية التي كانت تشرك بالله سبحانه وتعالى؟ إذ قاموا فقالوا، عموما نجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ف ربما كان قيامهم هو هذا، إذ قاموا أمام الملك لما علم بخبرهم فأرادوا أن يبينوا له الحق في المسألة، فقاموا أمامه وقالوا هذا الكلام، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائش. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا كما قلنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أعلنوها صراحة، أعلنوها مدوية، ربنا رب السماوات والأرض لن تأبدي هذه، لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دون الله سبحانه وتعالى إلها كائنا من كان. لقد قلنا إذن شططا، الشطط هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. لو أننا دعونا من دون الله سبحانه وتعالى إلها آخر فقد قلنا شططا وتجاوزنا الحد وضللنا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء القوم اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى آلهة يعبدونها من دون الله، فمن كان يعبد الأشجار ويعبد الأحجار ويعبد الكواكب والنجوم ويعبد الأبقار إلى غير ذلك. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا التحضيضية يعني التحدي، لولا يأتون عليهم بسلطان بين أي بدليل وحجة واضحة على هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وأن لهم ذلك، لن يستطيعوا أن يأتوا بدليل أو برهان على استحقاق هؤلاء للعبادة والعبودية من دون الله سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا الحكم على العموم، وهذا نجد كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يكون السبب خاصا ويأتي تزييل الآية بتعميم الحكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا أعظم الافتراء على الله سبحانه وتعالى، الشرك به سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هم اعتزلوهم بقلوبهم وبعقولهم فأنكروا عليهم ما يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، فما بقي إلا الهجرة بالأبدان. إنسان يفارق بقلبه المعاصي والمنكرات
وإذا استطاع أن يفارق ببدنه فيترك المعاصي ويترك المنكرات، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمفارقة تكون أولا بالقلب، تكون بالقلب وبالروح، ثم تأتي المفارقة بالأبدان حسب قدرة العبد، كما حدث في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة الصحابة. فإنهم فارقوا في مكة الكفار بقلوبهم وبعقولهم وبألسنتهم، ثم فارقوا بعد ذلك بأبدانهم عدة مرات، هجرة الحبشة الأولى، هجرة الحبشة الثانية، ثم الهجرة العامة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت إلى المدينة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هل إلا هنا دي استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ يعني إيه عشان ما نصعبش العملية؟ لو كان الاستثناء متصلا فيبقى هنا يعني من جنس المستثنى منه، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يبقى معناه أنكم اعتزلتموهم في عبادتهم الأصنام والطواغيت، لكنكم ما اعتزلتموهم في عبادتهم لله. يبقى معنى ذلك أنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، كما كان كفار قريش، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام يتقربون بها زعموا إلى الله سبحانه وتعالى، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لكنهم كانوا يعلمون أن الرب واحد سبحانه وتعالى. أو استثناء منقطع، وإذا اعتزلتموهم وكل ما يعبدون من دون الله لكن عبدتم الله سبحانه وتعالى وحده، فأووا إلى الكهف، الجأوا إلى الكهف. أي كهف؟ الألف واللام هنا ما قالش، لم يقل الله سبحانه وتعالى فأووا إلى كهف، إنما قال فأووا إلى الكهف، فتسمى بألف. الألف واللام دي للعهد، يعني كان الكهف معروفا لديهم، هل كانوا يمرون عليه؟ ربما. هل كان الاتفاق على أن يلتقوا عند هذا الكهف؟ ربما. لكن الألف واللام هنا للعهد، ما كان شيئا، كان كهفا معروفا لديهم، فألجأوا إلى الكهف. أين مكان هذا الكهف؟ لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بمكانه ولا بزمانه ولا بأسماء هؤلاء الفتية، وكل هذا لا يهم، ولو كان فيه فائدة لا ذكره الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مكان هذا الكهف ولا الزمان الذي وقعت فيه هذه القصة ولا أسماء هؤلاء، فلم يضف النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القصة حديثا صحيحا يبين لنا المكان والزمان إلى غير ذلك، وهذا غير مهم، وما ورد في ذلك فهو من أخبار أهل الكتاب. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه الرحمة التي دعوا الله سبحانه وتعالى بها من قبل، لما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهم ونشر عليهم رحمته وهيئ لهم من أمرهم مرفقا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هكذا بصيغة الجزم، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وطار الشمس، ثم يبقى كان المرحلة السابقة دي احنا مرينا بمراحل، هو ناخد بال. المرحلة الأولى كان ذكر القصة على الإجمال، قلنا في كم آية؟ ها، في أربع آيات. ثم بدأت ذكر القصة على التفصيل، والله سبحانه وتعالى قصها علينا سبحانه وتعالى، وكيف قام وكيف ربط الله على قلوبهم،
سبحانه وتعالى وكيف دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم اعتزلوهم بأبدانهم كما اعتزلوهم بقلوبهم وأرواحهم وبيّنوا لهم الحق بألسنتهم. هؤلاء كما ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا من أبناء الوجهاء والأمراء، وأن خبرهم انتشر، والملك ذكر أهل الكتاب أن اسمه كان دقيانوس، لكن هذا لم يرد بالطبع، لم يرد في كتاب الله ولم يرد في صحيح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا الملك كافرا، فلما علم بخبر هؤلاء وانتشر خبرهم فإنه أتى بهم كرامة لآبائهم وهددهم وتوعدهم وأمهلهم، وهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، إذ أعطوا الفرصة حتى يفروا بدينهم. نعم، إذا كان الإمهال ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، والاعتزال للفتن وهذا الاعتزال من الفتن للفتن له أصل في شرعنا، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها أو يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. والحديث في البخاري كما قلنا وفي غيره. ففي زمان اشتداد الفتن فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان يفر بدينه من الفتن ويرعى غنمات، هذه الغنمات يفر بها إلى الجبال، إلى رؤوس الجبال، ويبحث عن ما واضع مواطن الأمطار ومواضع الأمطار، فارا بدينه من الفتن. بس متى تكون هذه الفتنة؟ ليست كل فتنة يتصورها الناس تكون هذه هي الفتنة. الفتنة ذكر أهل العلم أن هذه الفتنة هي أن تجد المجتمعات على الضلال، لا إقامة لجمعة ولا لجماعة ولا تناصح ولا أمر ولا نهي، وانتشر الفساد وعم الأرجاء والبلاد. ففي هذه الحالة يتوجب على الإنسان أن يعتزل هذه الفتن حسب قدرته واستطاعته، وإلا ففي غير هذه الفتن فالإنسان إذا خالط الناس لابد لمن خالط الناس أن يؤذى، هذا معروف، هذا معروف، فعليه أن يصبر، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند الترمذي وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المسلم الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فمخالطة الناس لابد أن يقع فيها الأذى، هذا معلوم وهذا مشاهد وهذا مقرر وهذا مقرر، فالإنسان يتحمل الأذى من الناس محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء كما ذكرنا اعتزلوا القرية الكافرة بعد أن توعدهم الملك وهددهم، ونحن ذكرنا إذ قاموا فقالوا أنهم دعوا الملك إلى التوحيد وأعلنوها صراحة. ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل قصتنا، هذه المرحلة هي مرحلة داخل الكهف، داخل الكهف. إذن فتية، توعدوا، هل خرجوا كما قال بعض المفسرين خرجوا مع قومهم في يوم عيد، وكان لهم يوم عيد يحتفلون فيه بالذبح وتقريب الذبائح إلى الأصنام وإلى ما يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، فتأثرت قلوبهم، قلوبهم متأثرة من الأول، لكن عندما يرى الإنسان معاينة يختلف عن المسموع، فليس المعاين بنظره كمن أخبر أو انتقل إليه الخبر،
فتأثرت قلوبهم فبدأوا واحد تلو الآخر يفرون ينسحبون من هذا العيد، ويلجأ واحد منهم إلى شجرة، يأتي الثاني إلى شجرة، يأتي الثالث إلى هذه الشجرة، وكل واحد منهم لا يعرف الآخر، لكن الذي جمعهم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والذي جمعهم هو الله سبحانه وتعالى. وكما في حديث أم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح كده جنود مجندة بيد الله سبحانه وتعالى، ما تعارف منها ائتلف. تجد الشبيه يقع على شبيهه، كما في المثل الطيور على أشكالها تقع، فتلاقي الغربان يطيرون مع غربان، لا يطير الغراب مع حمام أو مع عصافير، والحمام يطير مع حمام، والعصفور يطير مع عصافير. الطيور على أشكالها أي على مثيلها ومثيلاتها تقع. فكذلك والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهؤلاء ما كان يعرف بعضهم بعضا كما ذكر غير واحد من المفسرين، إلا أنهم فروا بدينهم من هذا الذي رأوه بأعينهم ولم تتحمله قلوبهم، فلجأوا إلى الكهف. في الكهف عناية الله سبحانه وتعالى بهم كما سنرى. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وترى الشمس، كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالطبع النبي لم يرى عليه الصلاة والسلام بعينيه، إنما هذه رؤية علمية، رؤية علمية، هذا أسلوب من أساليب البلاغة العربية. وترى الشمس إذا طلعت أي إذا أشرقت تزاور أي تميل، ومنه قول الزور أي الميل عن الحق، الميل عن شهادة الزور هي الميل عن الحق. ترى الشمس عند شروقها تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت وتفضل بقى في المسير كده تقرضهم ذات الشمال أي تتركهم ذات الشمال، وهم في فجوة من، أي هم في مكان متسع من الكهف. الشمس لا تسلط عليهم تسليطا مباشرا، لأنها لو سلطت عليهم بحرها وقيزها لا تحللت أبدانهم، لكن الشمس لا تأتي مباشرة على أجسادهم، لكن تدخل الكهف دخولا يسيرا من أجل أن لا تتحول تتعفن أجسادهم، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول بعض المفسرين أن الشمس بالأصل ما كانت تدخل إلى الكهف، كان الكهف في ناحية لا تدخلها الشمس، وقال غيرهم بل كان الكهف في مواجهة الشمس، تشرق كده ومشي قدامه لغاية ما تغرب، لكن آيات الله سبحانه وتعالى وعناية الله سبحانه وتعالى جعلت الشمس لا تأتي عليهم مباشرة، ولعل ذلك يكون هو الأقرب من السياق، لأنه ذلك من آيات الله، أي أن الشمس مشرقة مواجهة للكهف ماشية كده من وقت الشروق إلى وقت الغروب، ومع ذلك فإنها لا تأتي مباشرة على أبدانهم. نعم، وهم في فجوة من، في مكان متسع من الكهف، ذلك من آيات الله. ثم جاء الحكم العام كما ذكرت، هذا يأتي كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيأتي بعد سبب خاص أو قصة خاصة أو آية خاصة، فيأتي الحكم العام من الله سبحانه وتعالى. تنتبه وتلتفت في ثنايا القصة أن المقصد أن تتأمل في القصة، وأن الأحكام العامة تجعل الإنسان ينتبه وينزل القصة والأحداث على نفسه. من يهذا التفات من الخاص إلى العام، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إبا الهداية
بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم يا محمد عليه الصلاة والسلام أيقاظا وهم رقود، طب ليه؟ في إيه علامات اليقظة؟ ذكرت الآية، يتقلبون يقلبون الله سبحانه وتعالى ناحية اليمين وناحية الشمال وناحية الشمال. وتحسبهم أيقاظا، طب أيقاظا ليه؟ لتقلبهم كما في الآية. وقال أيضا أهل التفاسير كانت أعينهم مفتوحة، كانت أعينهم مفتوحة كما سيأتي، يعني الآية لم تذكر ذلك، لكن هذا سيأتي استنباط من في آخر الآية كما سنرى. وتحسبهم أيقاظا، يبقى هم أعينهم مفتوحة، قالوا أعينهم مفتوحة حتى لو أغلقت قد تفسد. سبحان الله، كلها عناية الله سبحانه وتعالى. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قالوا أيضا حتى لا تصيبهم الأرض، الأرض كده تؤثر في أجسادهم، أو ما يسمى بقرحة الفراش. فالله سبحانه وتعالى من عنايته بهؤلاء الفتية يقلبهم طارة ناحية اليمين وطارة ناحية الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كان معهم كلب، قيل هو هذا الكلب كان لأحد رعاة الغنم من هؤلاء الفتية، إنه لجأوا، كان راعيا للغنم، أيضا أنكر على قومه فخرج مع هؤلاء، وكان معه كلب الغنم. فهذا الكلب ذهب معهم ونام على الوصيد، أي على الباب، وباسطا ذراعيه كعادة الكلاب. هل هنا بقى نقول ان ده في موضع مدح او ذم؟ يعني يجوز بقى اقتناء الكلاب هنا؟ ما هو وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، اي بالباب. هذه حكاية ما حدث في قصة اهل الكهف، في قصة اهل الكهف. انما اذا اردنا ان نعرف حكم الكلاب فلننظر الى ما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة التي وردت في النهي عن اقتناء الكلاب، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لزراء بن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قراطان. اللي بيقتني كلب لغير ماشية، في يعني يحرس بها الماشية، أو كلب صيد معلم، فهذا نقص من أجره كل يوم قراطان. شو بقى انت اصلا احنا عندنا أجر قراطان. بعض الشراح قالوا القراط الواحد كمثل جبل أحد، كمثل جبل أحد. فهذا الذي يقتني كلبا لغير ما ذكر فهذا ينقص من أجره كل يوم قراطان. هيقول لك ما انا ما عنديش اصلا أجر، ما فيش حاجة هتنقص. لا، فمفهوم المخالفة، عندكش أجر يبقى هيوضع عليك سيئات فوق سيئاتك. وعندنا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في عند صحيح مسلم، صحيح مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه في وقت ما، حدد له موعدا يأتي فيه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحدد جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام موعدا يأتي فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الموعد ولم يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في يده عصا فألقاها وقال: إن الله لا يخلف وعده ولا رسل، أي كذلك الرسل، جبريل عليه السلام لا يخلف وعده، طالما حدد موعدا للمجيء للنبي عليه الصلاة والسلام في بيتي فهو سيأتي في هذا الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر فإذا بجر كلب، الكلب صغير، تحت فراش النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل بخر بقى عمال يقول لي 5 دقائق وثلاث دقائق، حاضر حاضر. فسأل أمنا عائشة رضي الله
عنها عن متى دخل هذا الكلب أو متى قالت ما دريت، هي لم ترى، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلب. فلما خرج خارج بيت النبي، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل جبريل عليه السلام، سأله النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد وعدتني فلما تأخرت؟ فقال إنه كان في البيت، إنه كان في البيت كلب، وإن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. يبقى الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو فيه صورة، هذا كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكلبهم، هخلص الآية بس، حاضر، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قلنا بالباب أو بالفناء. لو اطلعت عليهم أي محمد عليه الصلاة والسلام لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لو قدر لك أنك نظرت إليهم لوليت منهم فرارا. طب لماذا؟ ما احنا سنرى أن هيئاتهم لم تتغير، لم يتبدل أشكالهم، لم تتبدل كما سنرى، لكن ان هو عيونهم مفتوحة كده وما بيسمعوش وما بيتكلموش، فهذا والكلب كذلك قاعد على الرابط على الباب، فهذا يجعل الإنسان يخاف ويهاب. هؤلاء لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا على الهيئة التي كانوا عليه. سنتوقف عند هذه الآية، وإن كان يعني المخرج خد مني 5 دقائق، ماشي، سنتوقف عند هذه الآية على أن نستأنف في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفها.